الجواب على ذلك أن كل الأعياد التي تخالف الأعياد الشرعية كلها أعياد بدعة حادثة ما كانت معروفة في عهد السلف الصالح، وربما تكون منشأها من غير المسلمين أيضا، فيكون فيها مع البدعة مشابهة أعداء الله سبحانه وتعالى. والأعياد الشرعية معروفة عند أهل الإسلام، وهي عيد الفطر وعيد الأضحى وعيد الأسبوع، وليس في الإسلام أعياد سوى هذه الأعياد الثلاثة، وكل أعياد أحدثت بعد ذلك أو كل أعياد أحدثت سوى ذلك فإنها مردودة على محدثيها وباطلة في شريعة الله سبحانه وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود عليه غير مقبول عند الله. وفي لفظ: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وإذا تبين ذلك فإنه لا يجوز في العيد التي ذكرت السائلة، لا يجوز فيه إحداث شيء من شعائر العيد كإظهار الفرح والسرور وتقديم الهدايا وما أشبه ذلك. والواجب على المسلم أن يعتز بدينه ويفتخر به، وأن يقتصر على ما حده الله ورسوله في هذا الدين القيم الذي اصطفاه الله تعالى لعباده، فلا يزيد فيه ولا ينقص منه. والذي ينبغي للمسلم أيضا أن لا يكون إماعة يتبع كل ناعق، بل ينبغي أن يكون شخصيته بمقتضى شريعة الله سبحانه وتعالى، حتى يكون متبوعا لا تابعا، وحتى يكون قسوة لا متأسيا، لأن شريعة الله والحمد لله كاملة من جميع الوجوه، كما قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الاحتفالات بالأعياد، عيد الأم أو عيد الزواج أو كذا أو كذا، هذه منكرات وحوادث وبدع على أساس لها. أما الاحتفال بالزواج نفسه، من يقيم وليمة الزواج بنى بزوجته أو عقد لها فلا بأس. أما شيء يعتاد في ليلة من الزمان ثم دار الحول على الزواج يقيم عيد كل سنة، هذا منكر من البدع التي أحدثها الناس لا وجه لها ولا أساس لها. أو يقيم عيد لولده كما تمت السنة، هذا عيد فلان وهذا عيد فلان، هذه ورثوها عن النصارى وأشبه اليهود وأشباههم، ومشابهة لأعداء الله، فلا يجوز هذا، بل هو منكر. ومن أفتى بجوازه فقد غلط، سواء سمي دينا أو ما سمي دينا، فإن الشيء قد يسمى عبادة وقد لا يسمى عبادة، لكن يمنع لأنه تشبه بأعداء الله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من تشبه بكفار منهم. فلا يجوز لنا أن نتشبه بأعياد الكفار ولا ما يسمى بعيد الحب الذي يكون عادة في 14 فبراير. هذا عيد الحب عيد مبتدع، المسلم له المحبة ما بينهم، يحب بعضهم بعضا ويوالي بعضهم بعضا، والمؤمنون والمؤمنون بعض إنما إخوة. فعيد الحب هذا مظهر سيء لا يليق مثل أن يفعلوه، لأنه مظاهر السوء، ولسنا بحاجة لهذا. محبتنا أصل ديننا دين المحبة والمودة. ألا أدلكم على شيء إذا فعلتم تحببتم أفسد السلام بينكم. أما هذه المظاهر هي بدعية لا شك فيها ونشكوها ونرى أنها ليست خيرا، ولكنها تقليد أعمال يجب تركه. جزاكم الله خير يا شيخ.